نروح لملف آخر، يمكن الكل دلوقتي الشغل الشاغل ليه التعليم ومستقبل ولادنا وهنعمل ايه. واحنا بنتعمد دايما في صباح الخير مصر ان احنا نقدم قصص نجاح لشباب مصريين قدروا اللي هم يحققوا ذاتهم من خلال دراستهم والعلم والبحث العلمي. من 4 سنين تقريبا في شاب مصري اسمه أحمد عادل التحق بجامعة زويل، وبعد كده حصل على منحة من أكتر من جامعة خارج مصر علشان يكمل دراسته، منها جامعة ال ام يو في مدينة ميونخ بألمانيا لدراسة الماجستير. لكن المفاجأة إن جامعة تورونتو في كندا وفرت لي منحة لدراسة الدكتوراه مباشرة، هو واثنين من زملائه في نفس الجامعة من غير ما يكونوا حصلوا على الماجستير. خلونا نرحب بأحمد عادل الحاصل على منحة الدكتوراه من جامعة تورونتو بكندا علشان نعرف منه التفاصيل. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير. صباح الخير أستاذ أحمد. يعني أحمد، أنت كنت بتدرس إيه في جامعة زويل الأول؟ هو أنا تخصصي بشكل عام بايوميديكال ساينسز أو علوم الطب الحيوي يعني، ودوت بندرس فيه. هو قسم إلى حد ما جديد شوية، مش قسم بيولوجي أو قسم أحياء، ولكن هو قسم متخصص شوية، بيبقى فيه كونسنتريشنز جوه أو يعني تخصصات جوه التخصصات. فأنا كنت تخصصي جوه التخصص ده كان تخصص جديد وقتها صح؟ هو ستيل يعني هو جديد إلى حد ما يعني، مش بندرس فيه الحاجة بشكل مش زي علوم بيولوجي اللي هي المتعارف عليها، ولكن هي اسمها علوم طب حيوي، وبندرس إلى حد ما بشكل معمق أكتر، تخصصي في أكتر، تفاصيل أكتر في بعض الحاجات يعني. بس طيب دكتور، يمكن بنسمع انه ممكن يبقى في منحه من جامعات في الخارج انه لطلبه طلبه ماجستير مثلا، لكن انه يكون في منحه لدكتوراه ويعني نعدي من غير ما نعدي بمرحله الماجستير دي مش دارجه. عايزه اعرف منك ايه سبب اختيار جامعه تورونتو في كندا اختيارك لمنحه الدكتوراه من غير ما يبقى متعدي مرحله الماجستير؟ تمام. هو يعني السؤال دوت ممكن نتجاوب عليه يعني باكتر من حاجه يعني، قول لنا كل الحاجات. تمام. اول حاجه على حسب الدوله بيجي اذا كان في ماجستير ودكتوراه. يعني مثلا في امريكا مفيش ماجستير وبعد كده دكتوراه، احنا ممكن نخش الجامعه بتاعتنا عشان احنا بناخد 4 سنين، والاربع سنين دول الجامعه بتاهلنا بشكل قوي جدا يعني على مستوى الاكاديمي، على مستوى الخبره، ان احنا نخش على طول للسوق او للدكتوراه يعني من غير ماجستير. الماجستير دي فتره تحضيريه عشان نبدا ناخد الدكتوراه، ولكن احنا كده كان اوريدي واخدين المواد دي، لان يعني احنا انا مثلا كنت واخد انترنشيب قبل كده السنه اللي فاتت مثلا برضو في المانيا في ال ام يو، مش في ال ام يو سوري، في اي ام بي في حته ثانيه يعني. وبعد كده هم انا لما رحت لقيت ان احنا هم بيدرسونا حاجات انا اوريدي كنت واخدها، يعني انا كنت عارف حاجات كتير قوي، وكان اللي معايا اصلا طلبه ماجستير ودكتوراه. انا وكم حد بس اللي كنا بكالوريوس. كنتوا كلكم من جامعه زويل؟ لا احنا مش، لا انا كنت الوحيد اللي من جامعه زويل وفي مصر ووطن عربي يعني، هم كانوا مختارين حد واحد بس، الحمد لله كنت انا. بس هي الفكره او البوينت هنا من اللي انا بقوله هو ان انا يعني اطلعت فعلا على الناس الثانيه دي بتاخد ايه، واحنا مستوانا يعني عالي جدا جدا جدا، واحنا بناخد اوريدي كل المواد اللي هم بياخدوها في الماجستير او حتى في بعض الحاجات الدكتوراه. وحتى اصحابنا اللي هم راحوا دكتوراه دلوقتي في امريكا هم بيقولوا لنا حتى ان الحاجات اللي بياخدوها دلوقتي اوريدي كانوا خدوها في الجامعه. فيعني هي الفكره كلها راجعه للكريكولم او المناهج اللي احنا بناخدها بتبقى مجهزه على اعلى مستوى، ان الدكاتره اللي حاطينها هم جايين من بره، اللي هم يعني دكاترتنا اللي هم اتعلموا بره ورجعوا، وبالتالي هم كانوا حاطينها على مستوى عالي جدا، وبالتالي احنا عرفنا يعني احنا كنا عارفين تفاصيل اكتر، عندنا اكسبيرينس اكتر من الجامعه، وبالتالي بنعرف نقدم لدكتوراه على طول. طيب حضرتك في حاجه بقى، في جامعه في يعني دول لازم تاخدي فيها ماجستير الاول وبعد كده تاخدي دكتوراه، في دول ثانيه لا، زي مثلا امريكا ممكن تخش دكتوراه على طول، ولكن مثلا كندا اوروبا كلها محتاجه انك تاخدي ماجستير الاول وبعد كده تخشي على مرحله الدكتوراه. فكره ان بني ادم يخش على طول على الدكتوراه دي محتاج، لان الدكتوراه عندهم بتبقى انتنس قوي، خلاص انت وانس انك خدت ماجستير بتبقى
يعني عندك اكسبيرينس كفايه قوي تخليك ما ت... يعني تستحمل الضغط اللي هيحصل. فان حد يتقبل على طول في الدكتوراه. طيب يعني انت افهم من كلامك يا دكتور انه انت رحت خدت المنحه في جامعه زي جامعه تورونتو اللي هي بتتطلب اصلا ان انت يكون في الاول تعدي بمرحله الماجستير الاول، ده بناء على انه المناهج او التاهيل العلمي ليك كان عالي جدا، شايفه ان انت مش محتاج الدكتوراه. هو هي يعني ما بتبقاش كده، لان في الاول وفي الاخر انا اللي بقدم. انا كنت رايح اقدم ماجستير الحقيقه، بس عشان السي في بتاعي كان كويس او يعني وخبرتي كانت كويسه الى حد ما، فهم في حد نصحني يعني ان انا اقدم دكتوراه على طول ما اقدمش ماجستير. وفعلا يعني اصلا هي الفكره كلها ان يونيفرستي طيب. تورونتو هي التاسعه على العالم، فهي تقيله قوي، فانا كان بالنسبه لي اصلا ان انا اتقبل ماجستير كانت هتبقى حاجه حلوه قوي، ولكن اللي حصل الحمد لله انا اتقبلت دكتوراه على طول. طيب دكتور احمد، خلينا اسالك سؤال تاني. هو فكرة يعني حضرتك من خلال الحديث وتفنيد الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، اللي انت مطلع على نمط الدراسة في دول العالم المختلفة بشكل عام، شايف مستوى التعليم في مصر في جامعاتنا المصرية عامل ازاي؟ والله أنا يعني هقول لحضرتك، انا ممكن اتكلم على الجامعة بتاعتي لان انا شفت اللي هي جامعة زويل. الجامعة بتاعتي وشفت بعض التعليم في جامعات تانية، يعني طبعا مش كله، لان انا مثلا بتكلم على الاماكن اللي انا رحتها، على الاماكن اللي انا دخلتها، يعني شوف بعض الحاجات في امريكا لان انا لما بقدم بشوف الكريكولم او بشوف المناهج اللي انا هدرسها، فببقى عارف يعني الى حد ما هما بيدرسوا ايه، فبالتالي ببقى عارف احنا واخدين ايه من الكلام دوت، مش واخدين منه ايه وهكذا. فممكن اقول ان احنا يعني مستوانا كزويليانز او كطلبه في مدينه زويل بنتعلم، يعني مستوانا يعني يؤهلنا كفايه ان احنا نروح اصلا جامعات من احسن جامعات على العالم. وده حصل يعني زي ما حضرتك قلت، هو في جامعه ثانيه اسمها بردو، دي اتقبل فيها ثلاثه من نفس الجامعه من نفس المكان لنفس الكونسنتريشن او لنفس الحاجه عندهم، ودي حاجه ما بتحصلش يعني، هم شخصيا والثلاثه من زويل كده قالوا لهم احنا عمرنا ما نلاقي كده. الثلاثه اللي اتقبلوا من جامعه زويل، الثلاثه اتقبلوا من جامعه زويل راحوا بردو، بردو دي في امريكا بردو خدت ثلاثه من نفس المكان، دي هم قالوا لهم ما بتحصلش يعني. طب شايف ايه المختلف في جامعه زويل؟ عشان انه بالنسبه للمثال مثال بتاعك طبعا انه منحه للدكتوراه على طول، او انه جامعه بردو تاخد ثلاثه بمنحه للثلاث اشخاص من نفس الدوله او من نفس الجامعه. تمام، هو انا هقول لحضرتك حاجه، دلوقتي احنا بنتكلم اصلا مش بس بنتكلم على دول، احنا حوالي يعني داخلين في 35 40 شخص مسافرين على يعني السنه دي بس على مستوى العالم، يعني كل واحد مسافر في حته، مش في منهم انجينيرنج، انا بتكلم اللي انا اتكلمت عنهم دول بايوميديكال ساينسز زي كده، انما في ناس ثانيه بانجينيرنج مش عارف ايه الكلام ده كله. فلما هاجي اتكلم دلوقتي فانا بتكلم بعمل جنراليزيشن او بقول ان بشكل عام الجامعه بتوفر لنا حاجتين اساسيتين او يعني محورين اساسيين، اول حاجه على المستوى الاكاديمي وهو المستوى اللي بيتقسم لحاجتين جوه، وهو المناهج اللي احنا بناخدها هي مناهج تقيله بشكل كبير وبتبقى مفصله وتبقى دايما ابديتد، يعني دايما احنا متابعين لحد اخر محدثه وجديده. ايوه. ثاني حاجه الاكسبيرينس، وهي الحاجه اللي بتوفرها الجامعه عندنا بشكل يعني غير مسبوق في اي حته يعني، وهي الاكسبيرينس اللي باخدها في المعامل. انا اول ما بروح اقول للدكتور انا دخلت مثلا عندي 3 سنين خبره في المعامل، وانا اصلا اوريدي يعني لما انا دخلت وانا في سنه اول ما خلصت سنه اولى يعني قعدت 3 سنين في المعمل، وبالتالي كان عندي خبره كبيره جدا في حاجه. وده زي زمايلي طبعا، معظم الناس اللي ما بيلحقش في سنه اولى بيلحق سنه ثانيه، واللي ما بيلحقش سنه ثانيه بيلحق سنه ثالثه. لا اشتغلت بايديك، لازم يطلع على الاقل في سنه، يعني اشتغلت بايديك داخل المعمل، فده اهلك وخلى عندك الخبره اعلى يعني. طيب دكتور احمد، يمكن بعض زملائك بقى دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا عاوزين يعرفوا وبيسالوا نفسهم سؤال، انا عاوز اقدم لمنحه بره، اعمل ايه علشان اقدر ان انا اخد منحه بره؟ عملت سيرش ازاي؟ قدرت ازاي ان انت توصل للجامعات اللي بتقدم وبتدي منح؟ عرفت ازاي افضل الجامعات اللي تقدر ان انت تدرس فيها وتكمل فيها؟ كل ده اسئله اكيد بتدور في ذهن المتابعين دلوقتي، فلو تقدر تديهم معلومه يعني. تمام، هو ده اول حاجه بيبقى على حسب المجال بتاعي، فانا مثلا
المجال بتاعنا انا كنت بخش بشوف اول حاجه يعني الجامعات بالرانك، لان كل ما كان الرانك اعلى كل ما موست لايكلي هتلاقي ان الجامعه دي كويسه قوي، يعني هتلاقي الجامعه دي بتقدم يعني مستوى تعليم عالي قوي. وبالتالي فانا باخد بقى ايه من الاول ومن النص ومن الاخر، عشان احنا بنقدم في اكتر من حاجه، بنقدم في جامعات كتير جدا عشان يعني نسبه القبول يعني موستلي هتبقى او يعني اتموست هتبقى 50%، فلان يعني اما ترفض لا اما تقبل. وبالتالي بقدم من كل الشرايح، اذا كان مثلا من التوب 10 قدمت، انا قدمت مثلا 2 من التوب 10 جالي منهم واحده، وقدمت في التوب 50 بتاع حوالي 4، وبعد كده قدمت من 50 ل 100 مثلا شويه وهكذا تحت. انا بختار على اساس ايه بقى اشمعنى الجامعه دي؟ فانا بختار على اساس الدكاتره اللي موجوده، يعني كل ما كان الدكاتره يعني الاتش اندكس بتاعهم اعلى، هو بيبقى فيه شويه حاجات كده بنقيم بيها اذا كان المكان كويس ولا لا حسب الدكاتره او حسب الحاجات اللي انا انترستد فيها. بخش ادور على الدكاتره اللي موجودين اللي بيشتغلوا على الحاجه دي واشوفهم مثلا رانكهم كام، او يعني هم كويسين قد ايه، بالبيبرز اللي بنشوفها كويسه ولا لا، شغالين في البوينت بتاعتي ولا لا، وبعد كده بروح مختار على اساسها يعني الجامعات. وبعد كده ببدا اقدم في كل الجامعات وبستنى بقى الرد كان يجي لي هنا او هنا او هنا، وبقسم التقديم مثلا شويه في امريكا شويه في كندا شويه في اوروبا وهكذا، يعني عشان بتبقى يعني فكره اللي انا ما اعتمدش على منحه واحده اقدمها في جامعه واحده، لا اللي انا اقدم في اكثر من مكان، وفي الاول والاخر طبعا التوفيق والنصيب بيكون من عند ربنا. دكتور احمد عادل الحاصل على منحه الدكتوراه من جامعه تورونتو بكندا، بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق في حياتك القادمه.